حسام عبد العال امام الكرواتي توليتش الوحيد الاجنبي في دوري القسم الثاني الف في مباراه من العيار الثقيل في استاد غاز المحله بجمهور كبير لغاز المحله باحلام وطموحات للعوده الى الدوري الممتاز امام وادي دجله اللي في المركز السادس بفارق نقطتين يمكن عن غزل المحلة. مباراة من المباريات الصعبة التقيلة على كل مدير فني. النهاردة غزل المحلة يدخل هذا اللقاء بأحلام وطموحات كبيرة جدا جدا، يكسب النهاردة يتساوى مع حرس الحدود يعود على المنافسة للصدارة والمربع الذهبي لدوري القسم الثاني. وادي دجلة النهاردة لو خسر يبعد تماما عن المربع الذهبي، يستمر في نذيف النقاط. يا ترى لمن ستكون الغلبة كابتن طارق السيد؟ مباراة من المباريات الصعبة للفريقين. غاز المحلة بيقدم عروض طيبة تحت قيادة فنية الكابتن حسام عبد العال بعد رحيل كابتن خالد عيد. توليتش هو صاحب الأداء الثابت في وادي دجلة من الموسم الماضي، يبحث عن تعويض ما فاته في المباراة الماضية. 21 نقطة وادي دجلة، غاز المحلة 22 نقطة، نقطة واحدة فاصلة ما بين الفريقين. الفروق مش كبيرة بين الاثنين، الاثنين مدربين بيشتغلوا بنفس السيستم، الاثنين مدربين انا شفتهم ولعبت ضدهم وعارف قد ايه هم بيفكروا في بنايه الهجمه من تحت، الاثنين عندهم امكانيات لعيبه في منتهى الروعه يعني بصراحه، لان بيمتلكوا ذخيره قويه جدا من اللعيبه المميزه في كل مركز. لما نيجي نبص لفريق غزل المحله هتلاقي ان الكابتن حسام عبد العال بقى له ماتشين بيغير من شكل، مش من شكل طريقه اللعب، بيغير من الافراد في الاماكن بتاعته، بدا يحط عبده يحيى كلاعب فيرود صريح ويلعب برجب مارو ويلعب ب اي تشارلز باسي او اي حد من الناس اللي هي موجوده سواء محمد جابر، يعني ايه بيبتدي يغير في الشكل الهجومي او في الاسماء، انما الشكل بتاعه كلنا عارفينه يا كابتن خالد وكلنا اتكلمنا عليه قبل كده، ان الكابتن حسام عبد العال من نوعيه المدربين اللي بتحب تبتدي من تحت الهجمه، بيحاول ان هو يشتغل الهجمه من البدايه خالص من اول الخط الظهر هم اللي بيبتدوا يبنوا، وبيفضي بيشتغل مثلا جنب على ناحيه الشمال على سبيل المثال وبيفضي الناحيه اليمين عشان يعمل العكسيه الناحيه الثانيه. نفس الكلام الراجل الكرواتي توليتش عنده اسماء قويه جدا برضه بيلعب في الحته اللي قدام، مره محمد عبد الرحيم، مره الدياستي، مره يوسف ويا، مره وليد عطيه، عنده الفيرود برضه قوي جدا، علي حسين، عنده اسماء بيقدر يلعب بها كابتن يوسف وبيغير في الشكل زي ما هو عايز، وبرضه نفس طريقه اللعب اللي هو بيحاول يجمع عشان برضه ينقل الهجمه الناحيه الثانيه، وبرضه نفس النوع نوعيه في طريقه اللعب بتاعته اللي هو بيبني من تحت وبيحاول ان هو يبتدي الهجمه من تحت. الاثنين مدربين النهارده عايزين نشوف الضغط العالي بتاعهم هيحصل ايه، هل في حد هيضغط على حد من بدري؟ اعتقد الكابتن حسام بيبتدي من تحت وفي نفس الوقت بيحاول ان هو هيضغط على توليتش ولا هيبتدي يستنى في نص الملعب هيسيب لهم الكره وهيسيب لهم المساحه، ده كل الكلام ده هنتفرج فيه في الملعب. انما مهم جدا ان انت وانت بتبني النهارده كابتن خالد الهجمه من تحت، لان الاثنين بيشتغلوا بنفس السيستم، ما تغلطش صح. لانك لو غلطت بتتعاقب، لان خد بالك الكواليتي بتاع اللعيب المهاجمين في التلت هنا والتلت الاخراني هنا اقوياء جدا، وما بيهزروش ما بيضيعوش بسهوله، يعني النهارده شفنا اسامه بيضيع كتير جدا، دول لا، دول الدياست بيجيب فرصة ليها ثمن. الله ينور عليك. فعشان كده الاثنين مدربين بيلعبوا بنفس سيستم اللعب اللي هو 4-3-3، وفي نفس الوقت عندهم لعيبه لو غلطت قدامهم هيعاقبوك، فلازم ما تغلطش النهارده كخط ديفنس للفرقتين. طبعا فرقه الديفنس بتاع المحله معروفين، سواء الجزار او احمد طارق او اي اسم، اتنين كويسين جدا او الاربعه كويسين جدا. نفس الكلام برضو في المحله، اسماء كويسه، وقصدي في دجله اسماء كويسه، وبرضو يعني عمرو عدلي من اللعيبه الكويسه جدا، كان بيلعب في انبي قادم من انبي، محمد جابر برضو من اللعيبه الكويسه ولعب ومتمرس في الدوري ده بشكل كبير جدا. عشان كده كابتن خالد النهارده المدرب اللي او اللعيب اللي هيغلط في خط ديفنس وفي البنايه من تحت هيتعاقب عقاب شديد جدا.